أما هلأ فبيسعدني كتير إنه استقبل على المسرح الفنان اللبناني عامر زيان والفنانة السعودية أسيل حمراء. السعر واعد لاهلي بعد ما ذقت القهر لهجر قصرك وارجع بيت السعر واعد لاهلي بعد ما ذقت القهر وانسى مدينة لو ارضى القمر وانا قصقص شعر اغلى من الذهب.
إن كانت عيسى جهنم أطيب بأسكين كانت عيسى جهنم اهلا فيكم. اهلا فيك. اسيل كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. سمعنا منك ومنكم هلا اغنيه لهج القصرك الغنيه الشعبيه، هيدا اول مره بتغنوا مع بعضكم؟ اول مره نغني مع بعض واول مره اغني اغنيه شعبيه. ايه بس بدكم توعدونا تعيدوها. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قديش الجمال مهم لما في موهبة، اثنيناتكم حلوين، اثنيناتكم الناس بتقول عنكم بتجننوا، وهلا سمعناكم بهالموهبة كلها، قد ايه ساعدكم هالشكل وبتركزوا على هالشيء؟ أخلي الكلام لأنه البنات مفروض ما يتكلموا عن الأمور هذه الجمال والشكل، فخليك أنت تتكلم عن الموضوع. لأنك حلوة كثير. أيوه. ممكن أجي أجلس جنبك؟ ليش؟ عم يتغزل فيكي. عامر كنت تمنيت تغني مع الفنان الراحل ما هيك؟ تعرف عن مين عم بحكي؟ أكيد نحن هلأ يمكن بدي أقول مناسبة الله يرحمه إن شاء الله يا رب تكون نفسه بالسماء بس وخسرنا عملاق كتير كتير بس الأستاذ وديع الصافي في طريقة نتذكره أكيد بدك تغني لنا شيء ولو مقطع صغير منها ولو هيك بتطلعوا منا ولو ما تعودوا تسألوا عنا ولو على القليل تذكروا الماضي بسمي على شفاف الوفا كنا ولو طلوا احبابنا طلوا يا هوا بلادي بين ربوعنا حلو تحكي الزهرات الوادي وبالفيات غنينا على الميات تلاقينا على الأغصان ما حلو ينسانا الطير الشادي ونحن حكاية في باله منا نخبات موال نحن حكاية في باله منا نخبات موال ولما النسمات أحلال وبين الغابات بينا لما نسمع أحلال وبين الغابات بينا تحية للراحل تحية للراحل أستاذ وديع الصافي والله يرحم شكرا عامر أنت تعلمت موسيقى فتت على الكونسرفاتوار بلشت بكير قديش عطتك هالتقنية يعني قديش ساعدتك بمسيرتك أنا من عمر 12 سنة بلشت أدرس موسيقى درست 4 سنين وطموحي أني أكون بالوسط الفني وأني غني وأني العالم تشوفني وياك والحمد لله بعتبر حالي يمكن بعدني بأول الطريق وكتر خير الله على كل شيء يعطينا إياه ربنا